احدى الزيارات ذات الصله بالسفير السعودي ابتله بالسياسة اللبنانية. بارز هو عودة السعودي إلى واجهة الأحداث من باب السفارة السعودية ولقاءات السفير وليد البخاري، إذ بعد الضجة التي أثارتها زيارته إلى بعبدة بدعوة من الرئيس ميشيل عون لم ينكفئ البخاري، بل على العكس كانت له سلسلة لقاءات دبلوماسية على مستوى رفيع. تحولت السفارة السعودية محور الحركة السياسية، إذ استقبل السفير البخاري سفراء الولايات المتحدة وفرنسا والكويت باحثا معهم الوضع الحكومي. ما يحصل يتخطى المألوف كما يتخطى الجهد الدبلوماسي العادي وصولا إلى تأمين شبكة أمان عربية ودولية للبنان.